قل ما حكم المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصوم؟ له حالان. نعم. الحالة الأول أن يكون عقله موجود وحينئذ يطعم لأنه لا يرجى برؤه، والله تعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين ومرة واحدة بدل ما يجلس كل يوم كل يوم يتعب، مرة واحدة يجوز، وإن فرقها يجوز. الحالة الثانية أن لا يكون عقله موجود، مثل من بلغ الخرف أو الزهايمر ما عاد في عقل، يعني لو كبر في الصلاة يسلم بعد ركعة أو صام لأجل الظهر يروح يأكل، هذا خلاص ما عاد عليه شيء، ليس عليه صيام ولا إطعام.